في مرقد السيد علي بن الحسين بن القاسم بن حمزة بن حسن بن عبيد الله بن أبي الفضل العباس عليه السلام في قرية الصباغية من قرى قضاء المحاويل شمال محافظة بابل العراقية. كما تلاحظون مزار كبير جدا وبناء شامخ مجلل محظم وزواره كثر. هذه كما كتب عليها صيدلية الشفاء، بئر للماء الذي يتبرك به، نعم بئر ماء يتبرك به لشفاء الأمراض. وهذا السيد الجليل والعالم النبيل معروف بقضاء الحاجات ومعروف بالكرامات الكثيرة والمعاجز الباهرة، ومشهده من المشاهد المعظمة، وقبره من القبور المجللة، ومرقده من المراقد المشرفة في محافظة الحلة، ويسمى هنا في سواد القرى والأرياف أو حسب الشهرة الموضعية أو الشهرة حتى القطرية يسمى بسبع المحاويل. بناء شامخ مجلل وصرح معظم، قبة سامقة ومنارتان، ونسب وضاء شريف يتصل بأبي الفضل العباس عليه السلام، علي ابن الحسين ابن القاسم. والقاسم هذا جده ذكر في المصادر على أنه كان عظيم القدر وكان في اليمن وله جمال مفرط، كان يلقب بالصوفي. نعم، علي بن الحسين بن القاسم بن حمزة الشبيه، بن حمزة الشبيه، وذكرنا قصته لماذا سمي بالشبيه، لأنه كان يشبه أمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى صدر توقيع المأمون العباسي يعطى حمزة بن القاسم أو يعطى حمزة العفو بن الحسن بن عبيد الله بن أبي الفضل العباس 100,000 درهم لشبه الكبير بعلي بن أبي طالب. فهذا نسب وضاء منيف منير كبير، نسب طاهر مقدس يتصل بأمير المؤمنين سلام الله عليه، فهو علي بن الحسين بن القاسم ابن حمزة الشبيه ابن أبي محمد الحسن الأمير ابن عبيد الله ابن أبي الفضل العباس السقاع ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ومرقد عمه محمد بن القاسم العباسي العلوي الذي نجا من معركة نجم الناجم في البصرة. علي بن الحسين وعمه محمد بن القاسم بعدما حصلت هذه المعركة نجم الناجم بالبصرة اشترك طبعا فيها، ففر ومكث فترة من الزمن في الناصرية، حتى أن لعلي بن الحسين مقام يؤثر في الناصرية يسمى بعلي بن الحسين أيضا. وبعد ذلك اتجهوا إلى النيليات، هذه القرى والأرياف هذه تسمى كانت بالنيليات، اتجهوا إلى النيليات وتخفوا فيها بين البساتين والقرى، لأنهم كانوا من الملاحقين، كانوا قد لوحقوا وشردوا وطوردوا من قبل السلطات الجائرة، ففروا إلى هذه الأرجاء والنواحي والقرى والأرياف البعيدة عن العيون والسلطات، وكانت تعرف كما سابقا كما أسلف بالنيليات. فروا إلى هذا المكان يسمى بقرية القنيطرة أو القنطرة، وبقيا فيها مدة من الزمن يبلغان أحكام أهل البيت، أحكام الله سبحانه وتعالى، أحكام الدين والشريعة والعقيدة والفقه، ونشر المعارف الدينية، ونشر يعني مذهب أهل البيت عليهم السلام. فتوفي في هذا المكان أو قتل، توفي أو قتل في هذا المكان، ولم تشر المصادر التاريخية على وجه الدقة والتحديد إلى تاريخ ولادتهما أو تاريخ وفاتهما أو تاريخ نعم مجيئهما إلى هذا المكان، لكن هنالك بعض الإمارات والقرائن تشير إلى ذلك. يعني يمكن أن نستنتج من بعض القرائن أن وفاتهما أو تاريخ شهادتهما عليهما السلام كانت في الفترة المحصورة من 208 إلى
300 للهجرة، هذه الفترة من 280 إلى 300 للهجرة يمكن أن تعد فترة زمنية يرجح بها تاريخ الوفاة أو تاريخ الاستشهاد لهذين السيدين الطاهرين من ذرية أبي الفضل العباس عليه السلام. ولهذا المرقد أهمية بالغة، إذ يفد عليه زوار كثر من مختلف الأمصار، من مختلف المحافظات والمدن، حتى من خارج العراق، لكثرة ما عرف واشتهر اشتهارا كبيرا من قضاء الحاجات، من تسهيل الأمور، من شفاء المرضى، من دفع الملمات، من دفع الكروب. صلوات الله عليه وعلى عمه محمد بن القاسم وعلى جدهم المعظم أبي الفضل العباس. طبعا زرته سابقا وتشرفت بزيارته أيضا هذا اليوم السابع من صفر لسنة 1445 للهجرة، وكان أيضا لنا لقاء مشرف بالأمانة الخاصة للمزار الشريف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.